بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر بالفقيه، وهذا الدرس بيكون جدا قصير. بتكلم فيه عن الباكيج مانجر. زي ما تشوفوا الإصدارات الأخيرة من يونيتي صار فيها إضافات كثيرة زي البوست بروسيسنج والتودي أنيميشن وبعض الأشياء، ويمكن ما تلاقونها داخل اليونيتي. عشان تسووا لها انستول أو تثبيت في إصدارات يونيتي الأخيرة، إذا رحت عند ويندو بتشوفون موجود شيء جديد هنا مكتوب باكيج مانجر، تضغطوا عليه، موجود الباكيجز أو الإضافات اللي أضافتها يونيتي. زي ما تشوفوا هنا مكتوب إن بروجكت اللي محملينها، تروح عند أول تجيب لنا كلها اللي محملينها واللي مو محملينها. هنا اسم الباكيج، وهنا على اليمين الإصدار، وبعضها مكتوب جنبهم بريفيو. زي ما تشوفوا هنا بالأحمر مكتوب بريفيو، معناه ما هو الإصدار الأخير، ما زال تحت التجربة، ففي احتمال أنه يكون فيه أغلاط أو bugs. وعشان تحملوه تسوون install بس. زي ما تشوفوا هذا موجود عندنا، تقدروا تحذفوه أو تسولوا update للنسخة الجديدة. تضغطوا هنا عشان يوريكم الفرق ما بين الإصدار اللي عندنا والإصدار الجديد، والview documentation عشان يورينا شرح عن هذا الباكيج. وببساطة خلصنا من درس اليوم. وقبل أنهي الدرس حاب أذكركم بالاستبيان أو survey اللي تكلمت عنه في الدرس الأخير. أتمنى أنكم تعبوا عشان أقدر أسويكم دروس حسب رغباتكم وطلباتكم. وفي برضو قسم للاقتراحات، فبحط الرابط تحت في الديسكريبشن وبس. وإذا ما كنتم مشتركين في القناة لا تنسوا الاشتراك عشان توصلكم دروس في تطوير الألعاب زي هذه أول بأول. وإذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوه في الكومنتس تحت. كان معكم عمر بالفقيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.